تاخس الهيئة القضائية المحكمة الابتدائية أذكنت النصوص اللي داخلنا الدستور الجديد حرية التعبير وقيم شاء وداخل في المغرب بالدستور الجديد 2011 وداخل قيم بوشة حشي الجا مقدسة في المغرب وخوا في الدستور الجديد إنا بالله وذي النبو المقدسة ذاتي في المغرب وخوا يمشي القدس ملك محمد السادس ملك تشخطي الهيئة المحكمة مادام هنا في الهيئات القضائية في المغرب تطال الاستقلال القضاء نشي نخص نهارة هذا اخت سبين زي السانيتي ما تطال الاستقلال القضاء هذا اخت سبين السانيتي بالله يفنير مستقلين على الوخ العامل مستقلين على السلطات العمومية مستقلين على المركزية ما كانت زي تطال القضاء ذو القضاء في العهد الجديد تطال الاستقلال القضاء نخصي نهارة هذا اخت سبين بإطلاق صراح الفاعل جمعوي محمد الميلودي كان ممنوع من الكلية الطرق ما كيناش الضوء ما كيناش الماء ما كيناش الموت الحار ما كيناش الاستشفاء ما كيناش الدراري ديالنا حنا كانوا كيتقطعوا في الواد كيمشيو للمدرسة شحال واحد طاح في الماء شحال واحد طاح في الواد المهم كنا كنعيشوا أزمة خانقة من جميع النواحي وجاءت تأسيس هذه الجمعية جمعية بارولو للتنمية والثقافة التي كان يرأسها المناضل الميلودي محمد فمن خلال هذه الجمعية جمعية بارولو للتنمية والثقافة التي كان يرأسها الأخ المناضل الكبير الميلودي محمد استطاعت سكينة بارولو كسرها الخصاء استفدنا من جميع من عدة وسائل من بينها الوسائل الماء ثم الكهرباء ثم الطرق وكنا غاديين الى مجموعه من الحقوق من اجل مما ادى الى السلطه من خلال مجموعه من الحوارات التي دارت بين السلطه التي تمثل الاقليم والاخرى لقد استطاع من خلال هذه الجمعية التي كان يرأسها الميلودي محمد أن نحقق مجموعة من المطالب والمطالب مما أدى إلى هذه السلطة التي قال الأخ الميلودي محمد والسلام عليكم